الإبداعي في 254 دائما يهمنا أن أعضاء يشاركون أعضاء المكتب الإبداعي يشاركونا أفكارهم وإبداعاتهم وأراءهم. وبطبيعة عملنا دائما ندور شو الشيء اللي بيجذب، وما لقينا أحلى من اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ففي المكتب الإبداعي قررنا نسوي مسابقة، فتحناها كل إماراتيين والإماراتيات اللي ودهم يخرجون هالفيديو كليب للأغنية يا خليفتنا. كلمنا الكاتب الرائع الأستاذ عارف الخاجة، وقال لنا إنه بيرد كتابة أغنية زانة هزايد بدمجها اللي هو كتبها في سنة 1996 بدمجها مع أمرك السامي اللي تمت كتابتها هو كتبها بعد في 2011، ومن هالدمج استوت أغنيتنا يا خليفتنا. بين الأفكار اللي وصلتنا عبد العزيز أحمد المرزوقي هو اللي فاز في المسابقة. عفرة المرر اللي هي كانت البروديوسر في البروجكت اتصلت لي وقالت لي عبد العزيز انت فزت ومش عارف شو. طبعا انا دخلت في غيبوبه لمده يمكن 3-4 ساعات، انا ما اعرف شو السالفه، ما بقدر افوت فرصه اني اقدر اخرج مشروع ضخم مثل هذا اتكلم عن الوطن مع شركه كبيره مثل 254. في اي مجال من مجالات الفنون على الإنسان أن يضع في اعتباره 3 أمور: الموهبة والمكتبة والتجربة. أول شيء في بالي أجمع بين الماضي والحاضر، كان الإلهام اتحاد، كان حلم متحقق. استمريت في العمل وقدرت أدمج بين الماضي والحاضر، وقدرت أبين أن يعني الاتحاد كان حلم وتحقق وحين قاعد يتكمل. اللي أعجبني بالعمل اللي عم نتكلم عنه هو المزيج بين الماضي والحاضر، لقطات من بداية تاريخ الإمارات سمو الشيخ زايد، ولقطات بالأسود والأبيض، وفجأة تتحول إلى الألوان، الألوان الباهرة المفرحة للي بتفرجي نهضة الإمارات وتطور. طبعاً نصيحتي للشباب يبتعد عن شيء اسمه غرور، يحاول ينمي موهبته. السلام عليكم، اسمي سارة ظافر الحبابي. أنا طاهرة الحمادي. شيء من عماري كريتيف لاب كوميونيتي. انا الحين في موقع تصوير اغنيه يا خليفتنا، اكتسبت خبرات في التصوير الفيديو، واخر شيء بحطها توجذر كفيديو كامل وان شاء الله نتيجه احلى. اذا نتكلم عن اغنيه خليفتنا، طبعا هاي بتكون اغنيه من الاغاني اللي راح ترسخ في بال الجميع لسنين طويلة. حولهم أبناء الإمارات دائما مبادرين، عطاهم بلا حدود. نحن الآن أبناء الإمارات الجيل اليوم يأتي بدون ما يفكر في الثمن، يقول لك أنا مبدع. يبدأ لمن؟ لبلده، لوطنه. هذا يشعرني بالفخر والاعتزاز. مكانهم هو هذا المكان الحقيقي في إعلام دولة الإمارات العربية المتحدة.